وجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيه رسالة إلى الإمام السيد علي الخامنئي، أكد فيها أن كل الشعب الفلسطيني يثمن مواقف إيران حول القضية الفلسطينية، ويشدد على أن عملية إجهاض المؤامرة ضد فلسطين ستكون من خلال انتفاضة شعبية عارمة داخل الضفة الغربية والقدس. هذه الرسالة تؤكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية حاضرة في ساحة تحرير فلسطين في الوقت الذي يتآمر العرب عليها ويتفننون في إثارة النزاعات البينية التي ستدمر بلادهم وأوطانهم.